السماء يسكنون الأنجما حبهم غصن النما بالمحبة يلون يحبهم ويحبون يذكرون يسبحون في الصلاة يخشعون كم بكت منهم عيون حين راحوا يرجون يحبهم ويحبون ليلهم نور أضاء بالدموع وبالرجاء شاقهم يوم اللقاء ما رأوا يوما دونه يحبهم ويحبون. الحمد لله الكريم الحليم الرؤوف الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أكرم حليم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم على الصراط المستقيم. وبعد، الحديث في هذا المجلس عن اسمه سبحانه وتعالى الحليم. والحليم عند العرب لفظ يطلق على من غلب عقله على غضبه، فهو مأخوذ من حكمة العقل، ولهذا يسمى العقلاء أولو الأحلام، ولهذا يسمى الطفل الصغير إذا كبر وبلغ يقال فلان ناهز الحلم، أي أنه دخل إلى مرحلة يتهيأ فيها إلى طور من الإدراك يكون أوسع من الطور الذي قبله. اسم الله عز وجل الحليم هو مجمع لمعان من صفاته جل جلاله وتعالت عظمته. فالحليم سبحانه وتعالى هو الذي لا يعجل العقوبة بل يؤخرها، ومعنى يؤخرها أي يمهل الذي يخطئ والذي يسيء ويعطيه الفرصة ليعود إليه ويرجع. فصفة تتعلق بالعفو تؤخر العقوبة، وتتعلق بالصبر تؤخر العقوبة، وتتعلق بالرحمة تؤخر العقوبة، وتدل أيضا على حب الله سبحانه وتعالى لعباده، إذ أنه لولا حبه لهم جل جلاله لما حلم عليهم، لما أخرهم لعلهم يتوبون، لعلهم يرجعون، لعلهم يتنبهون. لهذا قال العلماء الفرق بين الحلم والحقد، الفرق بين الحليم وبين الحاقد، أن الحاقد يؤخر العقوبة ولكنه يؤخرها مع امتلاء النفس بالبغضاء والغل، ويؤخرها إما لعجزه عن العقوبة في تلك الساعة، وإما لسبب آخر هو طلبه الفرصة الأكبر لتكون العقوبة أكبر وأشد. لكن الحليم هو الذي يؤخر العقوبة رحمة بالمسيء ومحبة للمسيء، فيؤخر العقوبة عنه رجاء أن يعود إلى رشده ويثوب إلى رشده. هذا الفرق بين الحليم وبين الحاقد، وإن كان كل منهما يؤخر العقوبة. فإذا جاء الحديث عن صفة الحلم لدى الحق سبحانه وتعالى علمنا أن الحلم من قبل الحق له ارتباط بذاته سبحانه وتعالى، له تعلق بالذات. وإذا قلنا الحليم ذاتا أي الذي لا يحمل الحقد ولا البغضاء، وإذا قلنا الحليم فعلا أي جعلنا صفة الحلم تتصل بأفعاله سبحانه وتعالى، نظرنا إليها من حيث أفعاله جل جلاله، عرفنا أن الحليم هو الذي يؤخر العقوبة. إذا كان قادرا على أن يعاقب ويؤاخذ، قادرا على أن يبطش وعلى أن يبيد من يسيء، وهو سبحانه وتعالى الفعال لما يريد
فلما يؤخر العباد؟ سؤال يحتاج مع الجواب الذي مضى إلى أن نتأمل نحن ونعود إلى أنفسنا قليلا. كم مرة ارتكبت معصية كنت بها مستحقا لأن يخسف الله عز وجل بي الأرض، ولكنه عز وجل أمهلني وأخرني وأعطاني الفرصة، بل وزينني في أعين الخلق وأظهرني بالصلاح بين العباد. هذا مظهر من مظاهر اسمه الحليم جل جلاله وتعالت عظمته. إذا عاد أحدنا وتفكر في أيامه ولياليه، كم حلم الله تعالى عليه في كثير من أحواله هو يتذكرها وهو يعرفها لو تأمل وتفكر وأعاد ذاكرته. كم من مرة نطق بالكذب فلم يفضحه الحق ولم يبطش به، بل أخره حلما منه سبحانه وتعالى. كم أساء فيما بينه وبين الله عز وجل بترك فريضة أو ارتكاب محرمة، ولكن الله عز وجل حلم عليه وأبقاه ولم يقطع عليه رزقه، بل زاده ومد له في الفرصة. والحلم حبهم غصن النمى بالمحبة يرون، حبهم غصن النمى بالمحبة يرون. تأخير العقوبة مع بقاء الإحسان. وكم من مرة أخذنا نعمة من نعم الله تعالى التي من الله بها علينا، ثم سخرنا هذه النعمة واستخدمناها في الوقوع في معصيته في مخالفته. كم من ساعة أعمل أحدنا فيها الفكر، ونعمة العقل الذي يفكر نعمة الله الذي أعطانا الله أعطانا إياها. كم أعملنا الفكرة واستخدمنا هذا العقل في حيلة أو في طلب وسيلة للوصول إلى معصية أو مخالفة أو إساءة إلى الآخرين. كم مرة نظرت العين إلى ما يغضب الله جل جلاله فلم يسلبنا البصر. كم مرة نطق اللسان بما يسخط الله والعياذ بالله فلم يصبنا بالبكم، لم نكن من البكم. كم من مرة أصغت آذاننا إلى ما حرم الله عز وجل فأنصتنا إلى الكذب وإلى فحش القول، وأذن أحدنا لنفسه أن يتجسس على غيره فحلم الله تعالى عليه. وكم 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 كان فيما بيننا وبين خلقه من معاملات أسأنا فيها، لولا حلمه لأمكن خلقه منا ولبطشوا بنا. وحلمه سبحانه وتعالى متعد إلى خلقه، ليس فقط فيما بيننا وبينه، بل فيما بيننا وبين الخلق. كم من خطيئة ارتكبها أحدنا بينه وبين العباد، لو أن الله عز وجل أطلع الطرف الآخر على الإساءة التي صدرت منك إليه ربما لبطش هو بك ولما عاملك بالحلم. إذا قلنا أن الله قد حلم عليك، فربما لا يحلم عليك فلان وفلان من البشر، لكن من الذي سترك عنه؟ إذن الستر مظهر من مظاهر اسم الله الحليم أيضا. الستار بحلمه يسترك فلا تطلع العباد على إساءتك. لكن الحليم سبحانه وتعالى أيضا هو العدل، أي أنه لا يظلم الخلق حقوقهم. فإذا حلم الله عليك ولم يمكن الآخرين الذين أسأت إليهم أو أخذت شيئا من حقوقهم أو اعتديت عليهم، لم يمكنهم منك أو لم يطلعهم على فعلك، فهذه مهلة أعطاك الله تعالى إياها تحببا منه إليك ومحبة منه لك. كيف تقابل هذه المهلة؟ أليس الجدير بي وبك أن أسارع إلى إعادة الحق إلى أهله، إلى إرضاء الخصوم، إلى إصلاح ما أفسدنا فيما يتعلق بالخلق، حتى يكون الحلم في هذه الدنيا مظهرا لمحبته لنا. الحلم هل هو مظهر لمحبة الله لنا؟ الأصل في الحلم نعم، الأصل في حلم الله تعالى أنه من محبته لنا حلم علينا. لكن استمرار صلة الحلم بحب الله لك ولك يعود إلى حالي وحالك أنت وأنت، لأن الذي حلم محبة هو ناظر إلى ما سأصنع وإلى ما ستصنع أنت،
وتصنعين أنت، كيف نقابل حلمه؟ فمقابلة العبد لحلم الرب جل جلاله هي التي تبرز للعبد حقيقة محبة الله له، وتبرز أيضا نشوء نور محبة العبد لله في قلب العبد. إذا كان الله قد أحبك فسترك وأخر العقوبة وأمهلك وأخفى عن الخلق إساءتك إليهم، فكيف تقابل هذه المحبة؟ هذه صورة محبة برزت لك من حضرة الحق. من وراء هذه الصورة حقيقة وروح، روح هذه المحبة وحقيقة هذه المحبة تظهر عند تعاملك أنت معها. إذا قابلنا حلمه بصفة تتناسب مع الحلم وهي صفة الحياء، إذا استشعر أحدنا حياء من الله تعالى الذي حلم عليه، وخوفا من الله أن يغضب عليه، ورجاء في الله الذي ستره وحلم عليه وأمهله، أن يكون ذلك سببا في قبول التوبة إذا تاب العبد. إذا قابلت حلمه بالحياء ونمى الحياء في القلب إلى الحد الذي يجعلك تتراجع عن الإساءة، أو على الأقل تلوم نفسك على الإساءة وتكره الإساءة التي صدرت منك وتتوجه إليه في حياء، تقول له: يا حليم، يا من أمهلني فلم يفضحني ولم يعاقبني ولم يمكن أحدا من الخلق من أن يسيء إلي أو أن يبطش بي، إلى متى وأنا في إصرار على معصيتي وعلى إساءتي وعلى التعدي مني؟ أما آن لي أن أرجع إليك؟ يا نفس، أوبي إلى الله عز وجل، إن الحليم الذي أمهلك مهما أمهلك سيأتي يوم عليك تقفين فيه بين يديه جل جلاله وتعالت عظمته. لهذا قالوا أن العبيد أو العبادة في معاملتهم لحلم الله على صنفين: صنف من العباد حلم الله يوقظ قلوبهم ويحيي الحياء من الله في بواطنهم، فيشعرون عند بروز حلمه عليهم بخوف وحياء ورجاء وحب للذي حلم عليهم وأمهلهم، فيحملهم الحلم على سرعة الهروب إلى الله عز وجل والالتجاء إليه. هؤلاء حلم الله بهم حب منه لهم. ونوع آخر من العباد يقابلون الحلم بالجحود والعياذ بالله، فكلما أمهلهم الله كلما استرسلوا بالمعاصي والذنوب، وكلما تجرأوا على عباده فهؤلاء يقال لهم: أخاف عليكم أن يكون هذا الحلم من الله تعالى استدراجا، فيقف أحدكم بين يديه يوم القيامة وقد عظمت مساحة إساءته واشتد قبح معاملته لربه، وعندئذ سيكون حاله مع الحلم الذي برز من حضرة الحق له في الحياة الدنيا حال الخوف الشديد من أن يكون البطش كبيرا له صلة بعظمة الحلم الذي قد قابله الله تعالى به. تأملوا هذا المعنى. وهناك نوع ثالث مع الحلم الذي يواجههم من حضرة الحق جل جلاله: لا تزال أنفسهم تفعل المعصية، لا تزال الأنفس تضعف أمام المخالفة، لا زال الشيطان يستغويهم، لكنهم كلما وقع أحدهم في المعصية ورأى حلم الله تعالى عليه وعدم معاجلته بالعقوبة كلما ازداد الحياء في قلبه ونمى الخجل في باطنه من الله، وجعله الحلم مع استمراره في المعاصي يزداد انكسارا وذلة لعظمة الله تعالى.